السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة معانا حقنة ليفابيون فيتامين، ده الفيتامين اللي فيه ناس كتير قوي في الفترة الأخيرة سألتنا عنه. ليفابيون، تمام كده؟ ليفابيون بيتاخد اي ام بس، بيتاخد اي ام يعني بيتاخد عضل بس. النوع ده مينفعش يتاخد وريد، اي ام بس يعني بيتاخد عضل بس. في حد سألني على سعره، اعتقد العلبة ب 46 او 47، ده السعر القديم. السعر الجديد بقى اكيد معدية ال50، تمام كده؟ يعني انا عندي العلبة من فترة، تمام؟ يعني ممكن تبقى 55، 57، الله اعلم بقى، انا لسه ما جبتش بالسعر الجديد، تمام كده؟ بسم الله. النقطة دي بنفتح من عندها عشان نسهل الفتح، النقطة البيضة دي، تمام كده؟ بسم الله. هبدأ بقى اسحب الامبول كله، لان زي ما قلت حقن الفيتامين بتتاخد كلها. احاول بقدر الامكان ما احركش الحقنه، انا حطيت الحقنه وما حركتهاش، حطيت السرنجه جوه الامبول وما حركتهاش، تمام كده؟ ليه ما حركتهاش؟ عشان السن ده ما يتحركش جوه الامبول، يتخدش ويبرد بقى وانا بدي الحقنه، يعني زي ما بقول كده يبقى تلم، فانا مش عايزه كده، انا عايزاه زي ما هو كده. الحقنه بتاعتنا جاهزه اهي، وطلعت الهواء منها، تمام. هجهز بقى منديل بكحول، ده هنستخدمه في التعقيم. طبعا لو في جوانتي يفضل ان انا اكون لابسه الجوانتي، لو مفيش جوانتي يبقى انا ببقى غاسله ايدي بميه وميه وصابون، تمام كده، قبل ما ابدا وعط الحقنه وبعد ما اخلص وعط الحقنه. هنشوف دلوقتي هندي الحقنه مع بعض ازاي. بنقسم الإليا لأربع أجزاء، هندي في الربع العلوي الخارجي اللي هو الجزء ده، هنبدأ نعمل مسحة واحدة، تمام كده، أو بشكل دائري. بسم الله. هنمسك المكان اللي احنا هنعطي فيه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بدخل بشكل عمودي بالسرنجة، معلش، بسحب سنة صغيرة لورا، مخرجش حاجة، ببدأ أعطي الحقنة بتاعتي بالشفا إن شاء الله. بعد كده بخرج وأضغط لمدة دقيقة عشان أضمن إن ما يحصلش تليف ولا كلكعة ولا تورم ولا زرقان ولا أي حاجة. وبكده بيكون الفيديو خلص، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.